قدم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو تيرانا يامباي بيانا صحفيا حول تحضيرات الخبراء لانعقاد قمة قادة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول افريقيا المركزية المسمع انعقادها في 31 من اكتوبر الحالي. نتابع جزء من بيان الوزير في ميكروفون الزميل هارون أباد. Octobre. Au sommet, la Raïs Humanda, il l'oume le 31. Mais on a Alium, on a expert d'Ol, il y a un expert Alium en Bac. Au conseil des ministres, il y a un dimanche le 29. Il dit que le massacre de Chia fait le fonctionnement de CEMAC. Au Idourou Adoulou. Au dernier Alium, dans le Tchad, il y a un champion d'intégration. Au Hassa, Raïs Idriss Déby Itno, il y a un président de CEMAC. عشان دبي بريزان اسيماك انا اليوم دا بريزان دي كونسي انا سيماك دا دونك غينا نخدم نشوفو كلامنا ليبر سيكولاسيون دي بيان دي بيرسون ومالا انستيتيون وي انا سيماك دا ما يخدم ما ديلا دابس ندورو ادلو وخلي تشاديان سانت افريكان كامبروني غابوني كونغولي ولا ايكواتو غينيا كلو اي فواياجي دي كات دانتي بس خلي يمشو يسو توريزم افرام كلو عشان زون انا سي ماكدا زون اندا ريشس كاتي فتا زون اخر انا افريك ومالا ايكونومي دا ماي يمشي غوي دا دابس رئيس كونفوكي رافيك انوم خلي يجو خلي فاتشور سوليسيون عديل في سي ماك. شهد اليوم مقر منسقية الصندوق الأوروبي للتنمية حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة. وقع من جانب الحكومة وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو تيرانباي يامباي ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفيري بالبلاد. المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة. آدم حسن المكعب. أوروبي في مختلف المجالات والأصعدة، تأتي هذه المناسبة للتوقيع على اتفاقية زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الحكومة من أجل دعم التنمية. 10 مليون يورو هو المبلغ الذي سيضيفه الاتحاد الأوروبي إلى تمويله السابق الذي يقدر ب80 مليون يورو، ليصبح إجمالي تمويل ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية ب98 مليون يورو. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أنجيتو يرينا يامباي بعد التوقيع على الاتفاقية رحب بالتعاون النشط بين البلاد والاتحاد الأوروبي الذي يمكن تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة في استراتيجيتها التنموية. سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد السيدة دينيس إلينا أونيت أشارت في حديثها بهذه المناسبة بأن هذه ليست المرة الأولى للاتحاد الأوروبي لدعم تشاد، مشيرة بأنهم سيساعدون البلاد حتى يتعافى الاقتصاد وتسير مسيرة التنمية، داعية الحكومة إلى وضع استراتيجية جيدة لإدارة الميزانية. هذا وقد تداخل أثناء الحفل عدد من أعضاء الحكومة الذين أشادوا بالتعاون المثمر بين البلاد والاتحاد الأوروبي. نشكر إخواننا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدعم اللي بيحققوه بالنسبة لتشاد، ولكن خاصة بالنسبة للجهد اللي بذلوه عشان يخلينا نحن نعمل التطورات اللازمة في إدارتنا وفي أموالنا، ونحلم إن شاء الله باليوم القريب اللي نحن نستغنى عن الدعم بالشكل هذا ويكون نحن في طرفهم هم عشان ندعم الآخرين اللي ممكن يحتاجوا للدعم زينا نحن الآن. وفي ختام المناسبة تم عقد اجتماع وزاري مشترك بشأن دعم الميزانية، وذلك بهدف تحقيق التميز في علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلاد.